يا جمال المنظر، عملنا النهارده مع بعض سندوتشات الايس كريم زي ما احنا شايفين كده، شايفين الكميه قد ايه ما شاء الله تبارك الله، كل ده كده بكيلو حليب واحد بس. عملنا السندوتشات الايس كريم بدون حليب مكثف، بدون كريم شانتي، اقتصادي الى ابعد الحدود. شايفين عامل ازاي؟ روعه روعه. شايفين والطعم، يعني الطعم بجد حلو جدا جدا. عايزاكي كده تعمليه بطريقتي وتجربيه. املي لهم التلاجة بقى ايس كريم، ما تحرمهمش من حاجة. مكونات سهلة جدا وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. تعالي ادخلي معايا الفيديو وشوفي عملته ازاي، بس ما تنسيش حطي لي لايك، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. في الايس كريم بتاعنا بقى الاقتصادي جدا، من غير كريم شانتيه، من غير حليب مكثف، احنا هنا نستعمل الحليب البودر. معايا هنا كوب ونص من الحليب البودر، معايا كمان 5 معالق نشا، ومعايا كوبايه كده من السكر، ومعايا فانيليا، ومعايا هاخد هنا لتر من الحليب، ومعايا كمان علبه قشطه، وكمان تقدري تستغني عن علبه القشطه. عايز اقولك هنا بقى الحليب البودر هيعزز معاك الطعم جدا، علشان كده احنا مستغنيين عن كريم شانتيه، مستغنيين كمان عن الحليب المكثف. كمان هنستعمل هنا اقراص البسكوت، هنرصها كده في الصينيه بتاعتي علشان يديني شكل الساندوتش اللي هو ساندوتش الايس كريم. يلا كده نبدا. هنضيف بقى عندي هنا المواد الجافه كده على بعض، ده السكر، وكمان معايا الحليب البودر، وهنضيف عليهم دلوقتي الحليب. هضيف حوالي كيلو كده من الحليب اللي معايا، العلبة اللي معايا دي كده 2 كيلو، انا هاخد نصها. هقلب كل الكلام ده وارفعه على النار، وبعدها هضيف كوباية كده من الحليب كمان، علشان ايه؟ علشان ادوب فيها النشا. معايا هنا بقى الصينية بتاعتي، هرص فيها كده ايه، اقراص البسكوت. يلا محمد ابتدي رص. محمد بقى بيحب الفيديوهات اللي هي فيها الحلويات الباردة اللي هي السريعة دي، بيحب كده ان هو يساعدني فيها وياخد فكرة عنها. بيقول لي بعد كده يا ماما انا اللي هعمل بقى لوحدي. قول لهم حطوا لايك للفيديو، قول لهم حطوا لايك للفيديو، حط لايك للفيديو. رصينا البسكوت، دلوقتي بقى هندوب النشا باللبن اللي معايا وبالحليب اللي معايا، ودي كده معايا الخليط بقى بتاع الحليب واللبن البودر. ودلوقتي ضفت عليه الكميه بتاعه النشا اللي انا قلبتها برضو في اللبن. انا متعوده ان انا اقول لبن، بس في ناس بتتلخبط ما بين اللبن وما بين الحليب، علشان كده مره اقول لبن ومره اقول حليب. يا جماعه اللبن، انا اقصد اللبن اللي هو الحليب العادي، يعني مش اللبن الرايب. استمر بقى في التحريك لحد القوام عندي كده ما يتقل، واضي القوام كده تقل زي ما احنا شايفين. هضيف دلوقتي عليه علبه القشطه، وانت زي ما انا قلت قبل كده علبة القشطة هنا تقدري تستغني عنها. ودلوقتي واخر حاجة كده بعد ما طفيت عليه، هضيف عليه الفانيليا. حبيت اضيفها كده بعد ايه ما اطفي عليه، علشان نكهة الفانيليا كده تفضل موجودة فيه ومفحفحة. دلوقتي الخليط عندي بقى جاهز، هبتدي بقى انزل كده على قطع البسكوت. طبعا الخليط عندك يكون بارد يعني او دافي كده، علشان ايه البسكوت ما يعجنش منك. اسويه بقى كده، وبعدين احط الطبقة التانية من البسكوت. مفيش اسهل من كده. حطيت عندي كده طبقة من الايس كريم، وبعدين هبتدي ايه احط الطبقة التانية كده من البسكوت زي ما احنا شايفين. وعندي القالب ده كمان هبتدي بقى ارص قطع البسكوت فيه كده زي ما احنا شايفين، وخلاص كده يبقى خلص عندي. هدخله بقى التلاجة، يعني انا دلوقتي بعملهم من بالليل لحد تاني يوم. احنا عارفين الايس كريم بيحب يقعد كده ايه حوالي 24 ساعة، يعني مش اقل من كده،
عشان تطلعيه كده ويبقى متماسك وحلو. معايا بس قطعة بسكوت هنا ايه مكسرة، بحاول ان انا اجيب السليمة كده وارصها. وكده اكون خلصت فيديو النهاردة، عملت معاكم النهاردة سندوتشات الايس كريم الاقتصادي جدا زي ما احنا شايفين كده، ما شاء الله تبارك الله طالع روعة. شايفين عامل ازاي من غير لا كريم شانتيه ولا حليب مكثف، مكوناتنا سهلة وبسيطة كل ست بيت تقدر انها تعملها. شايفين الكميه اللي احنا عملناها النهارده ما شاء الله تبارك الله، كميه حلوه جدا تكفي اسبوع عندك في الثلاجه. كل ده من كيلو حليب واحد بس عملنا كل الكميه دي. اتمنى ما تنسينيش في اللايك وفي الشير، ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا لي الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد.